بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 118. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر الشيخ رحمه الله في مزاحمة الأعياد البدعية والشركية للعيدين الشرعيين الإسلاميين أنها إذا أقيمت فترت رغبة الناس في عيد الله، وزال ما كان عندها له من المحبة والتعظيم، فنقص بذلك تأثير العمل الصالح فيه. ثم قال رحمه الله: أقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين، أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع، والآخر مهتم بهذا وبهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك أو المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الشيخ رحمه الله موضحا أن إحداث أعياد في الإسلام غير العيدين الشرعيين عيد الفطر وعيد الأضحى أن ذلك يقلل من أهمية العيدين عند المسلمين، وهذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما، أي أعياد المشركين، أبدلكما بهما يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجمع بين البدل والمبدل. فمن جمع بين البدل والمبدل قلت أهميته في البدل، قلت أهميته في البدل، بخلاف الذي يقتصر على البدل فإنه ينشط فيه أكثر. وضرب الشيخ لذلك مثلا، قال: لو أن رجلين، واحد منهما أخلص اجتهاده في العيدين الإسلاميين، والآخر اجتهد في الأعياد كلها، أعياد الإسلام وأعياد غير الإسلام، هذا إذا اجتهد في العبادة، كيف إذا اجتهد في اللهو واللعب؟ لكن لو قدر أنه اجتهد في العبادة في الأعياد هذه، مع أن هذا بدعة ولا يجوز أن يحدث بعبادة لمناسبة أو في يوم لم يدل الدليل على خصوصيته، مع كونه بدعة فإنه يفتر عن الاهتمام بالعيد الشرعي. فتجد الرجل الذي يجمع بين الأعياد الشرعية وغير الشرعية تجده فاترا في العيد الشرعي، هذا أمر ضروري، بخلاف الذي قصر جهده وعنايته بالعيد الشرعي فإنه يكون فيه أنشط وأجمع لعزمه فيه. نعم. قال: ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. لا يمكن أن يجحد هذا، لا يجحده إلا إنسان لا يدرك الأمور، وأما الإنسان الفطن والعاقل فهذا يدركه كل عاقل وكل فطن. نعم. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإن نجد الرجل إذا كسى أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم. نعم، هذا مثال آخر، وهو أن الرجل إذا كسى أولاده وأفرحهم في الأعياد المسخوطة، يعني أعياد الكفار، فإنه تقل محبتهم لعيد الإسلام ويقل تطلعهم إليه وفرحهم به. نعم، هذا حتى في الأطفال. نعم. فكيف بالعقلاء والكبار؟ نعم. قال: حتى لو قيل بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل. لو قيل إن القلوب تتسع لهذين الأمرين فهذا كما سبق
أنه لا يمكن، لأنه لا يجتمع البدل والمبدل، ولا يجتمع الحق والباطل في قلب. وأيضا كما ذكر الشيخ وكرر أنه لا بد أن يكون هناك فتور في القلب الذي صاحبه يجتهد في أعياد الكفار وأعياد الإسلام، تقل همته ونهمته ورغبته في أعياد الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أي من وجوه الاعتبار في التحذير من أعياد الكفار أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل. نعم، الوجه الخامس من الوجوه من وجوه الاعتبار وهو القياس الصحيح للنهي عن أعياد الكفار. الوجه الخامس قال أن مشابهتهم في بعض أعياد أن مشابهتهم في بعض أعيادهم تسرهم. نعم، يعني تسر الكفار. لا شك، فنحن إذا أخذنا أعيادهم فرحوا وسروا بذلك، أما إذا اقتصرنا على أعيادنا وتركنا أعيادهم فإنهم يغضبون ويستاءون من ذلك، فهم يفرحون إذا وافقناهم، يعني لما يعلمون من الضرر الذي يحصل علينا في ذلك، وهم يريدون لنا الضرر دائما وأبدا، فهم يفرحون بذلك من ناحيتين: من ناحية أن وافقناهم وأيدناهم على باطلهم، ومن ناحية أن هذا سيقلل من اهتمامنا بعيد الإسلام، وقد يسحب عيد الإسلام نهائيا فلا يبقى له قيمة. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم. نعم، إذا كانوا تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية وهم ممنوعون من إظهار شعائرهم، فإذا رأوا المسلمين يعملون أعيادهم فإن ذلك مما يفرج عنهم ما هم فيه من الذل والصغار، الذي قال الله جل وعلا فيه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا يرفع عنهم الصغار ويرفع رؤوسهم. والواجب على المسلمين أن يمنعوهم من هذا الشيء هم بأنفسهم، فكيف أن يكون من المسلمين من يعمل هذا ويظهر عيدهم وسرورهم؟ هذا أشد مما لو تركوا هم يظهرونه. نعم، قال: وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس، وهذا يفتح لهم الباب في أن يروجوا أمور دينهم ويدعوا إلى دينهم. فإذا خالفوا الشروط العمرية ومكنوا من إظهار أو أن بعض المسلمين شاركهم في أعيادهم، فسيفتح لهم المجال في أنهم يدعون إلى دينهم ويظهرون شعائرهم، وبالتالي يحصل بذلك الخلل في المسلمين ويضعف دين المسلمين. نعم، قال: وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ نعم، وهذا من إكرامهم إذا شاركهم بعض المسلمين في أعيادهم وفي بلاد المسلمين، فإن هذا يتنافى مع ما ضربه الله عليهم من الذلة: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، فالله ضرب عليهم الذلة، وقال تعالى للمسلمين: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكيف أن بعض المسلمين يحاول أن يخالف هذا الأدب الإلهي الذي فرضه الله على المسلمين في حق الكفار، في أن المسلمين يتساهلون معهم أو يشاركونهم في باطلهم؟ فهذا من النقص من شرع الإسلام ودين الإسلام ومن تأييد دين الكفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس أي من وجوه الاعتبار أن مما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة،
ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العامة، فالمشابهة فيما لا يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. نعم، ما يشتمل عليه عيدهم لا يخلو إما أن يكون شركا، نعم، وإما أن يكون حراما دون الشرك، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا لو تجرد من المشابهة. إذن كل ما يجري في عيدهم فهو ممنوع ومحذور، إما لكونه شركا، وإما لكونه محرما، وإما لكونه مكروها، وإما لكونه مشابهة لهم. فلم يبقى وجه لمشابهتهم في أعيادهم ومشاركتهم في أعيادهم. نعم. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر. نعم، هذا أيضا مع كونه ذريعة، مع كونه ذريعة إلى الباطل، فإنه هو في نفسه باطل. نعم. هو في نفسه باطل. نعم. لأنه تشجيع لهم وموافقة لهم، وفيه من المفاسد الشيء الكثير، فهو فاسد في نفسه. إنما الذريعة أو الوسيلة هو ما كان مباحا لكنه يفضي إلى حرام، فإنه يترك المباح الذي يفضي إلى حرام. أما هذا فهو باطل من أصله، ليس وسيلة ولا ذريعة، وإنما هو نفس الباطل. نعم. قال: فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإراداتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. نعم، هذا إفساد للعقيدة، يعني مشاركتهم في باطلهم هذا يفسد العقيدة. أما الوسيلة فهذه في حد ذاتها مباحة، لكنها لما كانت تجر إلى حرام صارت حراما. نعم. وهذا مما يفسد الطباع، هذا الوسائل تفسد الطباع. نعم. الوجه السابع: قال: ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. نعم، هذا الوجه السابع من وجوه الاعتبار في مخالفة الكفار، أن المشابهة تقتضي التقارب بين المتشابهين. نعم. فالذي يلبس لباسك مثلا تقترب منه وتألفه، بلا شك. والذي يتكلم بلغتك أيضا تقرب منه وتألفه. نعم. وتقدمه على الأعاجم، فالتشابه يقتضي التقارب ويقتضي الاجتماع مع المشابه والتجانس، فهذا شر بلا شك، وهذا من أفراد العلل في تحريم التشبه بالكفار. أولا أن من تشبه بقوم فهو منهم كما في الحديث، وثانيا أن التشبه يقتضي التقارب بين المتشابهين، فإذا تشبه مسلم بكافر حصلت المقاربة بينهما وعدم النفرة بينهما، وهذا محذور شرعي، أن المسلم يتقارب مع الكافر ويتميع معه ولا يكون بينهما تمييز. نعم. قال: ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركتهم في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد. نعم. ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركتهم في الجنس المتوسط، فلا بد من نوع تفاعل بقدره. ثم بينه وبين النبات مشاركته في الجنس البعيد مثلا، فلا بد من نوع ما من المفاعلة. المخلوقات كلها تتشابه، لكن بعضها أقوى شبها ببعض، أقوى شبها من بعض. نعم. فمثلا الإنسان والإنسان بينهما تشابه كبير، الإنسان والإنسان بقطع النظر عن الدين، بل الإنسانية والآدمية. وكذلك الإنسان مع الحيوان لكون كل منهما له روح ويتغذى
وله توجه، فبينهما أيضا تجانس من ناحية، وأيضا بين الإنسان والنبات، لأن النبات ينمو والإنسان ينمو وهما يشتركان في الحياة، فالتشابه يختلف في هذا. وهذا يقصد منه الشيخ، هذا المثل يقصد منه نتيجة آتية. نعم. قال: ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أخلاق بعض والمعاشرة والمشاكلة. نعم، لأجل هذا التشابه الكبير والمتوسط والصغير، فإن الله جل وعلا حرم على المسلم أن يتشبه بالكافر لئلا يتمازج الاثنان ويحصل بينهما المواءمة التامة، فلا يحصل بينهما فارق من جهة الدين، وربما يحصل من بعضهما مشاركة للآخر في دينه وإعانة له عليه، فيحصل الشر الكبير. نعم. قال: وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم. والإنسان المسلم إذا تشبه بالإنسان الكافر اكتسب من أخلاقه، ولا بد، وأخلاق الكفار سيئة، فيكتسب أخلاق الكفار وهي سيئة بسبب المشابهة لهم. كما أن من اختلط بالإبل أخذ من أخلاقها، ومن اختلط بالغنم أخذ من أخلاقها. فلذلك تجد رعاة الإبل يختلفون في الشراسة وغلظة الطباع عن رعاة الغنم، لأن الغنم فيها السكينة وفيها الهدوء. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يرعون الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فلما في الغنم من الهدوء والسكينة، وكونها ضعيفة ومتواضعة، فإنها تكسب راعيها هذه الأخلاق، بخلاف الإبل فلكونها قوية وشديدة وشرسة تكسب رعاتها الشراسة والقوة والجهل. فالخليط يختلط، الخليط يتأثر بخليطه حتى من البهائم. فإذا كان الخليط يتأثر بخليطه حتى من البهائم، فكيف لا يتأثر بخليطه من الكفار؟ فيكون التأثر المسلم بالكفار أشد، لأن هذا على حساب دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال. نعم. وكذلك ولهذا المعنى والله أعلم قيل بالحكمة من في الوضوء من لحوم الإبل، وعدم الوضوء من لحوم الغنم، لما في الإبل من الشيطنة والشراسة والقوة والغلظة، ولما في الغنم من الهدوء والسكينة. نعم. قال: وكذلك الكلابون. الكلابون الذين يربون الكلاب، كلاب الصيد وغيرها، يكتسبون من أخلاق الكلاب. نعم. وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. نعم، الحيوانات على قسمين: حيوانات وحشية، هذه تنفر وليس بينها وبين الإنسان مشابهة بوجه من الوجوه، وأما الحيوان الإنسي فإنه يألف الإنسان ويطمئن إليه، فيكتسب من أخلاق الناس. الحيوان الإنسي من الحمير والكلاب الأليفة والقطط وغير ذلك، تكتسب من أخلاق الناس لمخالطتها لهم. فإذا كان الحيوان يتأثر بأخلاق الإنسان إذا خالطه، فكيف لا يتأثر المسلم بأخلاق الكافر إذا خالطه وتشبه به؟ نعم. قال: فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. نعم، هذا يسري إلى القلب. المشابهة في الظاهر تدل على الموافقة والمحبة في الباطن، لأنه لو لم يكن في قلبه له محبة وميول لما تشبه به، فتجد العدو لا يتشبه بعدوه أبدا بل يبغضه، وتجد الصديق يتشبه بصديقه، والحبيب
يتشبه بحبيبه. نعم هذا الشيء معروف في الطباع. نعم هذا كله تقرير لمنع التشبه بالكفار. لما خلص من الأدلة الشرعية انتقل إلى الأدلة القياسية وهي ما سماها بالاعتبار. نعم قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم. نعم وهذا أيضا مثال آخر أن الكفار الذين عاشوا في بلاد المسلمين ورأوا عدالة الإسلام وأخلاق المسلمين صاروا أقل كفرا من الكفار البعداء الذين ليسوا في بلاد الإسلام. وكذلك العكس، المسلم الذي يعيش بين الكفار ويخالطهم يرق دينه جدا، ويتساهل في أمور الدين ويتساهل في أمور الكفر فلا ينكرها. ولذلك شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، لأجل أن يسلم الإنسان على دينه من الضياع والاندماج مع الكفرة وتربي أولاده في بلاد الكفار وعلى ومزاملة أولاد الكفار في المدارس وغيرها. نعم قال هم أقل إيمانا أولئك الذين عاشروا المسلمون الذين عاشروا الكفار أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام، من غيرهم من المسلمين الذين لم يخالطوا الكفار ولم يعاشروهم وتمسكوا بدينهم. نعم والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان. المشابهة هكذا، المشابهة توجب نعم مناسبة توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد المكان والزمان، وإن بعد الزمان والمكان. فمن تشبه بالكفار القدامى الميتين فإنه يكون فيه مؤانسة لهم وموافقة لهم، وكذلك من تشبه بالكفار الذين الموجودين في بلاد بعيدة إذا تشبه بهم وإن كان بعيدا عنهم في الوطن فإنه يسري إليه شيء من أخلاقهم. فإذا كان هذا مع البعد في الزمان والمكان فكيف بالقرب والاختلاط بين المسلمين والكفار؟ هذا أشد. نعم قال فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. أعوذ بالله. هذا هو النتيجة من كل ما سبق، إذا كانت الأمور كما سبق تقريرها فمشابهتهم في أعيادهم الكفرية التي أبدلنا الله بها أعيادا إسلامية، مشابهتهم في أعيادهم تجر على المسلمين كفرا وشرا قليلا كان أو كثيرا، وتجلب على المسلمين أيضا أخلاقا وعادات من أمور الكفار المذمومة. فعلى كل حال الشارع الحكيم سد هذا الباب وقصر المسلمين على عيدين شريفين ونهاهم عن مشابهة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم، وجعل العيدين الشريفين بديلا عن أعياد الكفر. كل ذلك سد لذريعة المحافظة، لكل ذلك إبقاء على المحافظة على هذا الدين وسد للذريعة التي تنقصه أو تنال منه. أحسن الله إليكم. قال وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات. وما كان مظنة الضرر ومظنة الباطل فإنه يحرم ولو كان ذلك غير ظاهر، لأنه وإن كان غير ظاهر فإنه موجود في الباطن، فيتجنب من أجل السلامة والبعد عن تطرق الضرر الخفي الذي قد يتعاظم ويظهر على مر الزمان ويندمج فيه الحق بالباطل. نعم ويلتبس فيه الحق بالباطل. نعم وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله ولو تفطن له.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر تحريم التشبه على ما كانت مضرته ظاهرة وحكمه ظاهرا، وإنما عمم فقال من تشبه بقوم فهو منهم، عموم ما كان في الأمر الظاهر وما كان في الأمر الباطن، لأن الأمر الباطن أشد من الأمر الظاهر، لأن الظاهر قد يتنبه له ويزال، لكن الباطن قل من يتنبه له، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بهم مطلقا وقال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. نعم، كما دلت على ذلك الأصول المقررة في سد الذرائع التي تفضي إلى محذور، وكل ما أفضى إلى محذور فإنه يمنع سدا للذريعة، ومن هذا التشبه بالكفار لأنه ذريعة إلى التشبه بهم في الباطن، تشبه بهم في الظاهر وسيلة إلى التشبه بهم في الباطن في اعتقاداتهم وعباداتهم ومظاهرهم الكفرية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.